حضرتك بتحب الكورة؟ بموت في الكورة، أنا كنت لعيب كورة. أنا كان صالح سليم الله يرحمه كان أعز أصدقاء زي أحمد رمزي. كنا إحنا ثلاثي. أنا ورمزي وصالح سليم الله يرحمه ومراتاتهم ومراتي، كنا نسهر كل يوم إحنا الستة، ثلاث رجالة وثلاث ستات، ونلعب ألعاب كده في البيت. يعني إيه اللي نقول مثلا نمثل اسم فيلم، الرجالة ضد الستات دايما كده، وكنا احنا بنغش بقى، عندنا حركات كده وعاملين حساباتنا، نعمل حاجات نفهم الحركة اللي بعملها دي معناها ايه. بس فكنا اصحاب قوي، ولعبت كورة، لعبت كورة كويس، وعرفت كل لعبة الكورة، وكانوا بيتفرجوا علينا في المدرسة واحنا بنلعب، كنا بنلعب كويس. وبس بس على طول انا اشتغلت في السينما وانا عندي 21 سنة، لما اشتغلت ابتديت بقى اشرب سجاير وحاجات من دي، فطبعا ما بقتش قادر العب، يعني نفسي كان بيتقطع. بس لسه مشاهد جيد لمباراة. اهلاوي ولا زملكاوي؟ لا اهلاوي. بقول لك صالح سليم تقولي لي زملكاوي؟ حرام عليك. انا عايز افهم ايه العقليه اللي خلي واحد يتولد ويقول لك انا زملكاوي؟ ليه زملكاوي؟ ليه ما تبقاش اهلاوي زي بقيه العالم؟ ليه حاجه نظيفه كده، حاجه حلوه كده، حمرا حلوه القميص. انا اهلاوي 100%. اسمي الحقيقي صلحاوي. صلحاوي. الناس يقولوا لي انت صلحاوي مش اهلاوي. مش اهلاوي عشان بحب صالح سليم وحبيته طول عمري، وكان صاحب صح، ما كانش ممكن اكون اي حاجه غير كده. علاقته بابويا كانوا صحاب جدا، كانوا بيخرجوا مع بعض ويسهروا مع بعض، كانوا على طول سوا هو وابويا ومدام فاتن وامي، وهو فعلا صلحاوي. يعني يقول لك انا بحب الاهلي عشان صالح، يعني هو مصمم يعني. وحتى شفنا له برامج مثلا في ايطاليا، كان جابوا حته من ماتش كان ابويا بيلعب ضد جراتس، في جراتس ضد حد تاني وبتاع، فقال لهم يا ميكو يعني صاحبي يعني. فما اعرفش طبعا بقى هم كانوا في الشباب بيعملوا ايه. لكن طبعا كان ابويا اول ما يسافر بيكلموا بيشوفوا بعض لو يقدروا كلام من ده وبس، يعني الحاجات الشخصيه ما كانوش بيقولوا لي عليها. العلم بقى عمر الشريف ما هوش اهلاوي، هو صلحاوي، لانه علاقته بصالح سليم قويه جدا، علاقه يعني اسريه. يعني انا فاكر لما كنا في نادي الجزيره وكان بيجي صالح معاه الكلاب بتوعه بتاع، وبعدين يكون عمر موجود انا قدامي، يعني قال له صالح انا جاي بكره عندكم في البيت، وايه قول لزينب، لزينب هي مرات صالح. فيعني انا يعني حسيت ان في بينهم من بعض حاجات يعني الاسريه. اللي اكدني على كده، انا كنت في لندن مش فاكر 66 68، بصيت لقيت صالح بيضرب لي تليفون بيقول لي انا هجيب طارق ابن عمر الشريف واجي لك. فاستنيته، جه خدني على اتاري ان طارق كان ايه عايز يطلع باسبور يجدد الباسبور، فقالوا له عايزين شهاده معامله حاجه كده، فما عرفش يعملها من السفاره. فعمر كلم مين؟ صالح. فصالح جالي وطلعنا على السفاره سوا. طبعا البيبان اتفتحت، صالح سليم بقى وشعبيته، ودخلنا وراح عامل له يعني قالوا له انت عايز، اخذوا الورق وعملوا له اللازم واكتر من اللازم. بعد كده عمر شكره وبتاع، لان لقيت العلاقه اللي بين صالح سليم وعمر الشريف علاقه قويه جدا. لو الاهلي في يوم قالوا لك ان الماتش اللي كان بيتلعب الاهلي خسر، ده بيفرق معاك؟ بزعل. حتى الماتش الاخراني ده مع الاسماعيلي ما انبسطتش، مع ان كسبنا لكن لقيتهم بيلعبوا احسن مننا. انا بقول الحقيقه دايما، لعبوا الاسماعيلي لعب كويس قوي احسن من الاهلي. ولما بيكسب الاهلي تبقى مبسوط؟ طبعا طبعا، انا اهلاوي 100%. الفرق العالميه اللي انت بتشجعها؟ فرنسا.